مرحبا، سنتحدث اليوم في برنامج حكايات من هذا الزمان عن أحد رجال العلم والعمل اتخذ من القلم وسيرة لنضاله وكفاحه والتعبير عما تختلج به نفسه من مشاعر وأحاسيس. سنحدثكم من خلال هذه الحلقة عن طفولته وشبابه واعتقاله وإبعاده عن الوطن وخبرته الكبيرة في الصحافة والإعلام والثقافة. إنه الأستاذ محمود شقير، ولد في 15 من آذار عام 1941 في قرية عرب السواحرة كما كان يطلق عليها في ذلك الوقت. في ذلك العام اندلعت الحرب العالمية الثانية، وفلسطين ما زالت تعاني من أثار ثورة 36 التي استمرت إلى عام 1939. كانت عائلة شقير حينها تعيش في البرية، وهي أرض واسعة لعرب السواحرة تمتد من شرق الشارع القديم الواصل بين بيت لحم والقدس حتى البحر الميت. وفي أواخر الثلاثينيات أنشأت عائلته بيتا من الحجر في جبل المكبر، وهو من البيوت الأولى التي تبنى هناك، حيث كان السواحرة يعيشون قبل ذلك الوقت في بيوت من الشعر. الأحداث والظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني تجعل الطفل شاباً قبل أوانه، هكذا يقول الأستاذ شقير. فرغم صغر سنه كان واعياً لما يحدث من حوله، حيث كان يرافق والده إلى مدينة القدس، وهي أول مدينة يراها في حياته التي أدهشه جمال كل ما فيها. وكانا وهما في طريقهما إلى القدس يسيران في طريق ترابية صعوداً مشياً على الأقدام نحو دار المندوب السامي في جبل المكبر، ومن ثم إلى جرف العناب. وعند وصولهما إلى باب الخليل كان والده يجلس مع أصدقائه في المقهى، وكان شقير ينشغل بمراقبة السيارات ومتابعتها. ثم ينتقلان إلى داخل البلدة القديمة وصولا إلى حانوت عمه للمواد التموينية في أول طريق الواد. يجلس الطفل شقير عند عمه فيما يذهب والده لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. عاش شقير الطفل الخوف الحقيقي حين وقع الانفجار عند باب الخليل. كان حينها مع والدته في عيادة صحية. كان الصوت مدوياً مرعباً، أصاب جميع من كان قريباً من الحادث الذعر والخوف الشديدين، فتعالى صوت بكاء الأطفال وبكى شقير أيضاً، حتى جاء جده في شاحنة صغيرة وأخذه والدته من هناك. وفي طريقهم رأوا مصفحة للجيش الإنجليزي تغلق الطريق المؤدي إلى قرية السواحرة، فاضطروا للاتجاه نحو طريق سلوان إلى جبل المكبر مشياً على الأقدام. وقد كتب شقير عن هذه الحادثة قصة بعنوان متى يعود إسماعيل، ظهرت في الطبعة الثانية من كتابه خبز الآخرين. كان شقير طفلاً لا يتجاوز 13 من عمره حين كان يرافق والده أينما ذهب، فقد كان مختار عشيرة الشقيرات، وكان له دوراً في الحياة الاجتماعية في القرية، وكانت له علاقاتاً مع تجار وموظفين في المدينة، مما كان له الأثر الكبير على حياته، حيث عرفه على مدينة القدس والكثير من القرى في الريف الفلسطيني التي كانت مصدر إلهام له في كتاباته عن القرى الفلسطينية، وخاصة قريته عرب السواحرة، وهي قرية بدوية تشكلت ببطء حيث كانت بيوتها متناثرة فلم تأخذ شكل قرية في البداية، لكن عندما توافد إليها الناس كبرت وأصبحت لها ملامح قرية. درس شقير في مدرسة قرية السواحرة، وبسبب حرب عام 48 توقفت الدراسة، ثم استؤنفت بعد الحرب، وكان حينها في الصف الأول الابتدائي، وبقي في مدرسة القرية حتى أنهى المرحلة الابتدائية، ثم انتقل إلى مدرسة الرشيدية في القدس لإنهاء المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتخرج منها عام 58 وقدم المترك فيها. وعن ذكريات حرب 48 التي لا يزال شقير يتذكرها كما لو أنها حدثت بالأمس القريب، رغم أنه كان صغيراً جداً آنذاك، ففي إحدى ليالي شهر آب عام 48 هاجمت مجموعة صهيونية مسلحة جبل المكبر. كان شقير حينها نائماً فإيقظته والدته وخرج من البيت مسرعين. شعر شقير بالخوف عندما سمع أصوات الرصاص ورأى جده يحمل بندقيته ويستعد للدفاع عن الجبل. انتقلنا عند أحد الأقارب في حي جديرة كما يقول شقير، وعند الفجر جاء رجل يركض سريعاً ليخبرهم أن المجموعات الإسرائيلية تتقدم نحو الحي، فانتقلوا إلى السواحرة الشرقية للإقامة في بيت أحد المعارف. لكن الخبر المفجع ما لبث أن جاء، وهو أن صاحب البيت استشهد في معركة الجبل، فاضطر للخروج استحياء من أهل البيت، ونصبت والدته خيمة من شعر الغنم نام تحتها. وبعد 3 أيام جاء والده وقام باستئجار بيت في السواحل الشرقية، أقاموا فيه 3 أشهر إلى أن هدأت الأوضاع وانتهت الحرب وحصلت النكبة.
بعد ذلك رجعوا إلى بيتهم في جبل المكبر الذي أصبح منطقة حدودية. ويذكر شقير أنه عثر هو وأبناء عمه على قنبلة لم تنفجر بجوار بيتهم، فحملوها فرحين معتقدين أنها لعبة غريبة، وركضوا بها إلى بيت عمهم الذي أخذها منهم وقام برميها بعيدا كي لا تنفجر. كما يذكر شقير رؤيته للكثير من العائلات وهي تهاجر من بيوتها هربا وخوفا، ومع ذلك فإن معاناته من النكبة كما يقول لم تكن قاسية مقارنة بمن عانوا من الدمار والخسارة المعنوية والمادية من أبناء شعبه. كان للشعوب العربية دورا في تبني القضية الفلسطينية، خاصة مصر زمن القائد جمال عبد الناصر. فعندما اندلعت الثورة المصرية عام 52، لفت الأساتذة نظر الطلبة إلى أن هذه الثورة تخدم القضية الفلسطينية. ويذكر شقير أنه في عامي 55 و56 كانت الحياة السياسية نشيطة جدا في الضفة الغربية التي كانت جزءا من الأردن، وكان شقير أقرب إلى أفكار عبد الناصر الذي اشتهر بعد حرب السويس عام 56، الذي أصر على الطلبة التدرب على السلاح لنصرة مصر. فجاء جنود من الجيش الأردني لتدريبهم على المشية العسكرية وعلى كيفية تفكيك البندقية. كانت هذه التدريبات تتم بعد دوام المدرسة، وحينما انتهت الحرب توقفت التدريبات. وفي تلك الفترة كان العلم والتعليم في المدارس أشد تأثيراً في الطلبة، حيث وسعت المدرسة الرشيدية من آفاق معرفته بالأوضاع. وكان بالإضافة للمدرستين الإبراهيمية والمؤمنية شعلة للنضال وتنظيم التظاهرات، وكان الطلبة يلتفون حول البنات لحمايتهن ويخرجون بعد ذلك إلى الشارع وينضم إليهم الجمهور فيما بعد من كل الفئات ومن منتسبي الأحزاب. كما أن الاهتمام بالثقافة قديما أكثر مما هو عليه الآن. يقول الشقير كان الكلمة والمنشور السياسي والصحيفة تأثيرا ملموس، وكان هناك إقبال على القراءة. وعندما أنهى شقير المدرسة كان يقبل على قراءة الكتب الأدبية الخارج عن المنهاج، وبدأ يكتب المقالات السياسية ويرسلها لصحيفتي الجهاد وفلسطين، إلا أنهما كانتا ترفضان نشرها. بعد ذلك بدأ يهتم بكتابة القصص، ولفتت انتباهه لذلك مجلة العربي. عمل شقير عام 59 قبل انتسابه إلى جامعة دمشق معلما في قرية خربثة بني حارث غرب رام الله. في ذلك الوقت بدأ قراءة الكتب الأدبية ويكتب المقالات والقصص، والذي شجعه وحفزه على الكتابة مجلة الأفق الجديد التي كانت توزع على المدارس. وفي أوائل الستينيات التحق بجامعة دمشق وحصل على الليسانس في الفلسفة والاجتماع عام 65، وكان يرغب في استكمال دراساته العليا، لكن هزيمة عام 67 حالت دون تحقيق طموحه، حيث أثرت حرب حزيران وما بعدها على الفلسطينيين بشكل كبير، وكل منهم دافع عن القدس وانخرط بالنضال بطريقته الخاصة، كالأستاذ شقير الذي انخرط في النضال المباشر ضد الاحتلال الإسرائيلي، واهتم بكتابة المقالات السياسية بأسماء مستعارة حذرا، لكنه اعتقل عام 69 بسبب نشاطه السياسي، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيته واقتاطته للتحقيق في المسكوبية وسجنته في معتقل سرفند تعرض فيه لتحقيق قاس، لكن أنه أصر على موقفه بأنه ليس لديه أي شيء ليقوله أو يعترف به، فحولوه للاعتقال الإداري في سجن الدامون لعشرة أشهر، وخرج منها عام 70. لم تكتفي إسرائيل بذلك، وأصدر الحكم العسكري قرارا بتوقيفه عن العمل في التدريس، لكنه اشتغل في مدرسة خاصة من مدارس حسن الأشهب وهي المعهد العربي في أبو ديس لمدة سنة، وتم فصله مجددا بسبب نشاطه السياسي في المدرسة. لم يقبل الأستاذ الأشهب ذلك، فقام بتعيينه في مدرسة دار الأيتام الإسلامية لتعليم اللغة العربية والفلسفة فيها لعام، ثم طلب منه أن يترك التدريس ويتفرغ للعمل في الحزب الشيوعي، وبالفعل تفرغ له، فتم اعتقاله مرة أخرى عام 74، واقتيد للسجن رام الله ثم لسجن الجلمة للتحقيق، من ثم إلى سجن بيتليد القريب من طول كرم لعشرة أشهر. وقبل خروجه من السجن بدأ يفكر بالكتابة، لكن الجو العام لم يكن مساعدا على ذلك، حيث تصبح آفاق الأسير داخل السجن محدودة بسبب الحياة الرتيبة التي يعيشها الأسير داخل السجن. وأثناء وجوده في السجن قامت دار صلاح الدين للنشر بنشر كتابه خبز الآخرين، وكتب مقدمته القائد والشاعر توفيق زياد رئيس بلدية الناصرة آنذاك. لم يتعرض شقير للاعتقال فقط، وإنما أيضا للإبعاد قصرا، حيث قامت إدارة السجون بعد منتصف الليل باقتحام الزنزانة واقتادوا 5 من المعتقلين ومن ضمنهم شقير إلى الحدود اللبنانية وقاموا بإبعادهم.
وفي لبنان تم استقباله ككاتب إلى جانب التعامل مع الجانب السياسي في تجربته، ما شجعه للعودة إلى الكتابة، وبقي في لبنان 8 أشهر وعمل خلالها في مجلة فلسطين الثورة، وحينها كتب مجموعته القصصية الثانية باسم الولد الفلسطيني. ثم غادر لبنان بسبب الحرب الأهلية، فسافر إلى الأردن للعيش هناك، وعمل معلما وصحفيا في جريدة الرأي الأردنية، كما كان عضوا في روابط الكتاب الأردنيين، ثم أصبح عضوا في الهيئة الإدارية للرابطة ونائبا للرئيس لمدة 10 سنوات، أي حتى عام 87. وفي الأردن كتب شقير 6 مسلسلات تلفزيونية، حيث كان الإقبال على مشاهدة المسلسلات رائجا جدا، وكتب أول مسلسل عام 98 واسمه عبد الرحمن الكواكبي، واستمر في كتابة المسلسلات حتى عام 85. وفي تلك الأثناء استأنف شقير العمل في الكتابة، حيث نشر كتابا عن القدس عام 98 حمل اسم ظل آخر للمدينة. عمل شقير أيضا مشرفا على مجلة دفاتر الثقافية الشهرية، ومحررا للصفحات الثقافية في مجلة صوت الوطن، وكتب مجموعتين قصصيتين، وكتب أكثر من 17 كتابا للأطفال ومثلها للكبار. وعن القدس ما بين الماضي والحاضر يقول شقير: إن الحياة في المدينة قبل مجيء إسرائيل أفضل بكثير، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وحتى السياحية، كما كانت الحياة طبيعية والناس يسيرون في الشوارع دون خوف ويسهرون الليالي طربا ومرحا، حتى كانت دور السينما أساسية في حياتهم، وكان نوعا من التسلية والانفتاح على الحياة. لكن بعد الاحتلال بدأت الحياة تطمر في المدينة، كون إسرائيل تريد أن تجعل الحياة في القدس محدودة وغير منفتحة، وتسعى لمصادرة أراضيها وتهويدها، فتراجعت الحياة الثقافية بكل مجالاتها. لكن الحركة الثقافية التي نشهدها الآن من بعض المؤسسات والهيئات تلعب دورا لا ينكره أحد، لكن ما يؤسف له أن هناك عزلة ما زالت قائمة بين الناس والنشاط الثقافي، وليس هناك جو طبيعي تنتعش من خلاله الثقافة الفلسطينية في مدينة القدس. حكاية الكاتب الصحفي الأستاذ محمود شقير لا تنتهي إلى هنا. يمكنكم معرفة المزيد عن الأستاذ شقير من خلال كتاب أيام زمان مقدسيون يروون الحكاية بجزئيه. إلى اللقاء.